مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا بحضراتكم ونشرة السادسه من قناه النادي الاهلي. نبدا بعناويننا. عناويننا بتقول مجلس اداره النادي الاهلي يحضر قرعه البطوله العربيه. وزير الاوقاف يتفقد انشاءات فرع مدينه نصر. ابو ريده يفوز بعضويه الاتحاد العربي بالاجماع. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح لتفاصيل عناويننا. وزير الاوقاف يتفقد انشاءات فرع مدينه نصر. تفقد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف المنشات الجديده بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر بعد تلبيته دعوه المهندس محمود طاهر رئيس القلعه الحمراء بزياره النادي. والقى الوزير خطبه الجمعه بمسجد النادي بفرع مدينه نصر اليوم في حضور المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي. يعني للمزيد من التفاصيل هنروح عبر الهاتف لمراسلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. كريم اهلا بيك. كريم طيب يلا عبال ما تجهز لنا كريم. يلا عبال ما كريم يجهز نروح لاخبارنا. مجلس اداره الاهلي يحضر قرعه البطوله العربيه. يحضر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر مراسم قرعه البطوله العربيه لكره القدم بعد قليل تحت سفح الاهرامات. كما يحضر بجانب المجلس اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكره. ومن المقرر ان تقام البطوله العربيه في مصر خلال الفتره من 5 الى 22 اغسطس المقبل ان شاء الله بمشاركه 12 نادي عربيا من افريقيا واسيا. كريم اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، تحياتي طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. كله تمام؟ كله تمام يا كابتن. الحمد لله. كلمنا عن زياره وزير الاوقاف النهارده لفرع مدينه نصر وقال ايه في الخطبه بتاعته وكان رد فعل الاعضاء في نادي الاهلي ايه؟ بالفعل طبعا بعد توجيه الدعوه المهندس محمود بطار للدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف تواجد طبعا النهارده قبل صلاه الجمعه. كان في ترحيب شديد جدا من اعضاء مجلس الاداره اللي كانوا متواجدين على رئاسه طبعا المهندس محمود بطار الدكتور مهند مجدي استاذ محمد جمال قليل اللواء شيرين شمس كمان اعضاء النادي كانوا سعداء جدا. والحقيقه طبعا كمان حيوه على الخطبه الرائعه اللي اداها طبعا النهارده. كان بيتكلم بشكل كبير، بيتكلم طبعا في جزء عن الارهاب وموقفه بالكلام وبالعلم وبالدين، وبيتكلم كمان على العمل بجديه اهميه العمل في كل يعني رقعة من رقع الارض كله يعمل في مجاله. وكمان بعد خطبه الجمعه عمل حديث داخل الجامع كان مشارك فيه المهندس محمود طاهر والكابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه الاسبق. كمان اتكلم معاهم بشكل كبير على ان هيبقى فيه ان شاء الله في رمضان ساعه يعني هتخصص في صالون ثقافي في اهل مدينه نصر او اهل الشيخ زايد او اهل الجزيره في ندوات دينيه كل يوم رمضان او على حسب لسه ما تحددتش بشكل كبير، لكن هيكون في حاجه من الدكتور محمد مختار جمعه ممكن يحضر بنفسه على مدار ايام رمضان ان شاء الله. بيكون في طبعا خطبه رائعه او ندوه دينيه رائعه زي ما عودنا طبعا مجلس اداره النادي الاهلي. وعقد طبعا انتهى الزياره بالنسبه لي دكتور محمد مختار جمعه قعده النادي الاهلي. مهندس محمود طاهر عمل جوله طبعا النهارده طبعا للاطمئنان على المنشات اللي لسه طبعا بتستكشف الحاجات الامور الخاصه في المنشات الجديده في النادي الاهلي اهل مدينه نصر. طبعا زي ما احنا عارفين كان في ملاعب تنس، في ملاعب في جيم، كان في حمام سباحه، طبعا كان في بعض الامور الخاصه في الفتره الاخيره لكن اطمن بشكل كبير جدا. كمان الكابتن طاهر ابو زيد حيا بشكل كبير المهندس محمود طاهر امام وزير الاوقاف وقال طبعا يمكن الانشاءات اللي بيعملها المهندس محمود طاهر والامور الخاصه بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي حاجه رائعه وبيتواصل اكيد مع الشباب بشكل كبير. وكانت زياره رائعه جدا يا كابتن ميدو، واكيد طبعا كل اعضاء النادي كانوا سعداء بشكل كبير بزياره الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. تمام. يعني كريم ما حصلش اي مناقشات بين اعضاء النادي ووزير الاوقاف، اي مناقشات جانبيه اراؤه في اللي شافه في المنشات؟ ده كان سؤالي ليه، يعني انا ده كان سؤالي ليه بعد هو خد جوله سريعه كده ملفش بشكل كبير في النادي، سالته انا بشكل مباشر على يعني رؤيته للانشاءات الخاصه باهل مدينه نصر او النادي الاهلي بشكل عام. قال حاجه رائعه وقت قليل، كمان انا عرفت ان الانشاءات دي اتعملت في وقت قليل جدا وده يحسب لمجلس الاداره، يحسب لاداره النادي الاداره الماليه بشكل كبير على الامور الخاصه بالانشاءات. واشاد المختار بشكل كبير جدا على قياده رائعه بالنسبه للنادي الاهلي خلال مده الفتره المتواليه المنصه. تمام كريم، يعني شكرا جدا ليك وعلى تغطيتك المميزه لزياره وزير الاوقاف.
نرجع لأخبارنا. الأهلي يستأنف تدريباته السبت استعدادا لمواجهة النصر للتعدين. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا السبت إن شاء الله استعدادا للمواجهة المرتقبة بينه وبين فريق النصر للتعدين والمقرر لها يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. يعود الفريق لاستئناف تدريباته بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة بعد مباراة طلائع الجيش والتي فاز فيها النادي الأهلي بهدف نظيف أمس الخميس. حجازي يغيب عن لقاء الأهلي والنصر للتعدين. أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري غياب نجمه أحمد حجازي مدافع الفريق عن لقاء النصر للتعدين يوم الاثنين المقبل للإصابة في العضلة الضمة. ويواصل أحمد حجازي تدريباته التأهيلية على هامش تدريبات الفريق استعدادا لمباريات الدوري العام. وكما قرر الجهاز الفني استمرار حجازي في التأهيل لحين التأكد تماما من تعافيه التام من الإصابة والتي عانى منها في وقت سابق في العضلة الضمة. كل التمنيات لحجازي بالشفاء العاجل إن شاء الله. عاشور 48 ساعة راحة. حصل حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة لمدة 48 ساعة من المشاركة في التدريبات الجماعية في ظل غيابه عن المباريات بسبب إيقافه. وحضراتكم طبعا عارفين اللي حصل من لجنة المسابقات بعد مباراة الإنتاج. وقرر الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري منح اللاعب 48 ساعة ليعود بعد ذلك للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي. النجم أحمد فتحي يقترب من العودة للأهلي أمام النصر للتعدين. اقترب أحمد فتحي ظهير أيمن فريق الأهلي من خوض لقاء النصر للتعدين والمقرر يوم الاثنين المقبل إن شاء الله في الجولة 28 من بطولة الدوري العام. وغاب فتحي عن لقاء الأهلي وطلائع الجيش بإصابة بداعي الإصابة في العضلة الضمة ولكنه تعافى وأصبح شبه جاهز لخوض لقاء التعدين إن شاء الله. دورة السفارات تنطلق اليوم بفرع الشيخ زايد. تنطلق اليوم الجمعة منافسات دورة السفارات التي يستضيفها فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد وتستمر البطولة حتى يوم 19 مايو الجاري بمشاركة دبلوماسيين من عدة سفارات على رأسها ألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا ومشاركة فريق يمثل وزارة الخارجية المصرية. طيب المزيد من التفاصيل نروح لمراسلنا محمد زهير مراسل قناة الأهلي. أهلا بيك يا محمد. أرحب بيك يا بتميل وبكل مشاهدي قناة الأهلي. أهلا بيك. قول لي آخر أخبار الدورة وكلمني عن الجديد عندك. عايز اقول لك يا كابتن ميدو ان النادي الاهلي النهارده فرع الشيخ زايد بيتزايد، الناس كلها هنا في حاله من السعاده والفرحه، تنظيم على اعلى مستوى، النادي الاهلي زي ما عودني دايما طباق في الرياده في رياده التنظيم دايما، انا موجود مجلس اداره الاهلي النهارده حاضر الاستاذ محمد جمال هريل بجانب السفير الالماني اللي اثنى بشده على التنظيم والحضور. تمام يعني قول لي المباريات النهارده هتلعب 7 مباريات، المباراه ابتدت اول مباراه بين انجلترا والامم المتحده الساعه 5 وانتهت باكتساح لانجلترا الامم المتحده 5-1. المباراه الثانيه بين هولندا واليابان انطلق الشوط الاول والنتيجه حتى الان 4-0 للمنتخب الياباني. اليابان كسبان هولندا 4-0. هو البطوله بيشارك فيها 13 منتخب، يعني 13 منتخب بيمثل السفاره، 11 منهم بيمثل السفاره ومنتخبين، واحد بيمثل وزاره الخارجيه المصريه والمنتخب الاخر بيوصل الامم المتحده. تمام يعني مستمتعين باجواء البطوله وفي كوره كده وفي جو كوره ولا لعب دبلوماسي بقى؟ لا يا كابتن عبد الحميد، ان الفرق كلها متحمسه، يمكن هم انا اجتمعت ببعض الجاليات هنا وبعض الافراد المشاركين بيقولوا ان هم يعني على علم يعني منذ علمهم بموعد البطوله يعني وفي حاله من التدريبات واستعدادات يوميه وتدريبات يوميه عشان هم هنا ان هم بيمثلوا فرقهم سواء بقى منتخبات بلدهم باسمائهم فعايزين يظهروا في احسن مظهر، فهنا الفرق كلها واخده الموضوع بجديه شديده جدا. طب واخبار فريق الخارجيه بتاعنا ايه؟ طمنا. النهارده هيلعب ان شاء الله مع منتخب فرنسا الساعه 8:30. يعني فيهم لعيبه جامده؟ لا يعني اللي استعدادات كده الظاهر ان الناس هنا واخده، حتى يعني منتخب انجلترا ومنتخب الامم المتحده كان في تدخل عنيف جدا
يعني اللعب مش لعب، يعني الناس واخده الموضوع بجديه، حتى حصل اصابه لاحد لاعب المنتخب الانجليزي وخرج من الملعب على اثاره. في ترشيحات لاي فرقه ان هي تكسب بطوله ولا لسه مش باين؟ المنتخب الياباني حتى الان يعني مظهر يعني الكره اليابانيه بقى بشكل مختلف هنا. يعني عاملين شغل جامد جدا. المنتخب الهولندي في اول يعني اول ما بدا المباراه في اول 5 دقائق 4-0، يعني لعيبه واخدين الموضوع بجديه شديده جدا. هو اليابان بقى محمد. اليابان الكره اليابانيه هنا يعني مسيطره في النادي الاهلي، الناس كلها مبهوره حتى بمستوى اللعيبه، مش يعني مش مستوى لعيبه هواه، لعيبه يعني على مستوى مختلف. حلو. الاعضاء ردود فعلهم فرحانين ان في دوره زي كده موجوده في فرع النادي ولا قول لي الاخبار عندك؟ يعني سعاده كابتن عبد الحميد، مش عايز اوصفها لك، كابتن ميدو هنا يعني الجميع سعداء في النادي الاهلي، حتى يعني كان ليا لقاء مع السفير الالماني هو ما كانش مصدق، قال انا قلت دوره ترفيهيه، هم كان السفاره الالمانيه طبعا هي كانت صاحبه الفكره. تمام. يعني الناس هنا مش مصدقه يعني باسم النادي الاهلي، بيقولوا ان احنا يعني كان يعني ظنهم في محلهم لما اسندوا النادي الاهلي تنظيم البطوله. تمام محمد، بشكرك جدا على تغطيتكم المميزه، وان شاء الله تبقى بطوله ناجحه وتسعد كل جماهير النادي الاهلي. نرجع لاخبارنا. ابو ريده يفوز بعضويه الاتحاد العربي بالاجماع الى الاتحاد العربي لكره القدم. اجريت مراسم انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكره القدم اليوم الجمعه، واسفرت عن فوز الامير تركي بن خالد بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكيه لعدم وجود منافس ضده، كما حصل الفلسطيني جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني على العضويه لوجود مقعد دائم لفلسطين. وتفوق في الانتخابات هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري، والذي فاز بالاجماع بالعضويه بجانب عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي، وحميد الشيباني سكرتير الاتحاد اليمني، وجاسم الشكيلي العماني، ووديع الجريم من تونس، ومعتصم جعفر من السودان، ومحمد روروا من الجزائر، وغانم احمد غانم من الامارات، وجبريل الرجوب وسمر ناصر من الاردن. بعد مباراة يعني خالية من أي فنيات في كرة القدم، الرجاء يصعد للدوري الممتاز. خطف الرجاء تذكرة التأهل للدوري الممتاز بعد فوز دراماتيكي فعلا بهدف نظيف على حساب ضيفه بلدية المحلة اليوم الجمعة في مطروح في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة بدوري القس الثاني. رفع الرجاء رصيده إلى 76 نقطة ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق نقطتين فقط عن البلدية صاحب المركز الثاني، وصعد الرجاء إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد فقط بقيادة المدير الفني نبيل محمود. يعني البلدية يا جماعة عملت موسم ولا أروع من كده، لكن هي الكورة فيها نسبة توفيق كبيرة قوي. النهاردة الماتش أكيد حضرتك اتفرجتوا عليه، كان كورة كلها في الهواء، لكن هي توفيق للرجاء. ألف مبروك وإن شاء الله القادم أحسن لبلدية المحلة والكابتن رمضان السيد. سيدات سلة الأهلي، واجهنا سموحة غدا. يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فريق سموحة غدا السبت في الجولة الثانية من الدوري ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى. تقام المباراة في تمام الساعة 16:00 على صالة سبورتنج بالإسكندرية، ويسعى الفريق تحت قيادة إيهاب الألفي المدير الفني إلى تقديم عروض قوية في المباراة والفوز من أجل الحفاظ على لقب البطولة هذا الموسم. نواصل أخبارنا لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. نرجع لاخبارنا العالميه. اخبارنا العالميه بتقول ان صلاح النجم المصري نجم روما مهدد في روما، ولا حد يقدر يلمس لك شعرها يا ابو صلاح. نروح نشوف كل اخبارنا العالميه، نبداها بايطاليا. طبعا شهدت شوارع العاصمه الايطاليه روما مساء امس لافتات وعبارات تهديد لنجوم فريق روما بعدما خسر فريق روما امام لاتسيو الاسبوع الماضي. تناولت التهديدات كل من محمد صلاح والبلجيكي نايجولان
ودي روسي نجوم الفريق، حيث قامت الجماهير المتعصبة بعمل تماثيل للثلاث لاعبين ثم قامت بشنقها في أحد الشوارع وكتبت المجهولون عبارة لا تناموا، أو كتب المجهولون عبارة لا تناموا في الأضواء في تهديد واضح للثلاث لاعبين بعد تذبذب عروض الفريق في الآونة الأخيرة. الفيفا يرفع الإيقاف عن اللاعب العالمي ميسي. قررت لجنة الاستئناف من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفع عقوبة الإيقاف عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي كانت مقررة بأربع مباريات دولية على خلفية نقاشه مع حكم منتخب بلاده أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم مارس الماضي. وكان ميسي قد دخل في جدال مع حكم المباراة، قام بتوجيه عبارات غير لائقة على حد قول الحكم ليقرر الفيفا إيقافه لأربع مباريات. يعني قررت اللجنة رفع الإيقاف عن ميسي بعد جلسة استئناف حضرها الأخير عبر تقنية الفيديو الكونفرنس. مورينيو سعيد بالفوز وخائف من العودة. عبر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن سعادته البالغة بالفوز والذي حققه فريقه على حساب سيلتا فيجو أمام أمس الخميس بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي. مورينيو أكد أن المباراة كانت صعبة جدا على فريقه، مشددا على ضرورة الانتباه في مباراة العودة في أولد ترافل حيث أنه يخشى انتفاضة الفريق الأسباني. وفاز مانشستر يونايتد على سيلتا فيجو بهدف نظيف سجله المهاجم الشاب راشفورد. أنشيلوتي يحلم باستنساخ تاني لفيليب لام. أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البايرن الألماني بلاعب الفريق فيليب لام. أنشيلوتي قال في تصريحات صحفية: أتمنى وجود 20 لاعب مثل فيليب لام في فريقي، إذا حدث ذلك لن نواجه أي مشاكل. لام أنتوا عارفين طبعا هو يعتزل اللاعب بنهاية الموسم الحالي، يعني أكثر من 10 سنوات أضاها هذا النجم مع الفريق البافاري. دي كانت أخبارنا، لكن مش كل أخبارنا، لسه اليوم طويل، استنونا مع ألف سلامة.